السلام عليكم. للراغبين في التسجيل في معهد السياحة في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة فلفلة المتواجد في بلدية فلفلة ولاية سكيكدا، سنشرح له يعني شرح مفصل كيفية الوصول إلى هذا المعهد. للراغب في التسجيل عليه أن يذهب إلى محطة المسافرين محمد بوضياف ليقل حافلة خط في سكيكدا فلفلة، لينزل في نقطة البريد، نقطة مكتب البريد والمواصلات لبلدية فلفلة. يعني عليه أن يقول للقابض أن ينزلوا في هذه النقطة، ثم يمشي مستقيما ليصل إلى روضة الأطفال، روضة الأطفال سوناتراك، ثم مكتب البلدية لبلدية فلفلة، بعدها مباشرة يجد مكتب أو معهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة فلفلة، ليدخل مباشرة إلى مكتب الاستقبال والتوجيه. هناك يجد من يوجهه ويستقبله ويعطي له كل المعلومات اللازمة ويساعده في اختيار اختصاصه المفضل، وكذلك يعطيه كل المعلومات الممكنة وطريقة التسجيل. التسجيلات متواصلة بداية من 27 جويلية 2024 إلى غاية 28 سبتمبر 2024. مرحبا بكم، مكتب الاستقبال والتوجيه مفتوح طيلة أيام الأسبوع.